هاد الشخص هذا عاد من توقعتي تكون جاية هاد المكالمة المفاجأة في نظرك؟ واخا ممكن معفاك نسأل واحد السؤال قبل ما مرحبا، نسافر. الله يهدي، خذ راحتك. هاد السيد هذا ولا هاد السيدة هادي اللي بغات تدير لي مفاجأة، اه واش من مدينة فاس؟ ما صراحة إلا قلنا لك منين غادي نحرقوا المفاجأة. ما عرفتش علاش كنت يفكر كيضرب ليني. عرفتي نقول لك علاش؟ اه لأن الشخص هو هذاك اللي كيضرب لك في قلبك دابا. قلبي كيضرب بزاف بزاف ايوا بزاف. هو هذاك، وانا قربتك منه صراحة، قربتك منه بزاف شوية شوية. وين تقدر اللي سكت ليا؟ لا بلاتي عليك، ما بغي لاش قلبك يسكت. اه بلاتي، هذا اسمه. مشيت هذا الشخص هذا جاني احساس من جهته اللي علاقتنا ما بقاش، هذا هو المشكل. يعني ولكن بصراحة كتبغيه ولا ما كتبغيش؟ انت سولتيني بصراحة وانا ديما كنجاوب بصراحة. فوالا، بغض هاد النظر، الشخص بغض هذا النظر على اللغات الخشب، اجينا جود كان كيعنيني حياتي التوأم بروحي. توأم بروحك. اوكي، داكشي اللي قال لنا حتى هو، كنت كنشوف فيه كنعرف واش باغي يقول ليا، وانا داكشي متأكدة اللي هذا حكى لنا حتى المشكل. هو. اوكي دابا نجاوب ياك، قلت سميه اه قلنا شكون هو الشخص هذا؟ طارق. طارق، الله يخليكم لبعضياتكم. بقى كتبغيها سعاد؟ بقى كنموت على طارق، وبقى كنعرفو فين كيكون دابا، وعارفة القهوة فين كيجلس، وعارفة هني كيمشي وني كيجي، مازال كنشم ريحتو في الطريق اللي مازال عندي. واخا قبل ما ندوزو لك شي كلمة زوينة رومانسية في حق طارق. طارق ما هو اللي خاصو يقول لي، هو اللي خاصو يقول لي شي حاجة، لا 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 حيت هو لا، اللي دابا مشكل حنا اللي عندي. طالبين منك، دابا حنا اللي طالبين منك هادشي. شنو زعما طالبين مني؟ اه طالبين منك تقول شي كلمة زوينة في حق طارق على المباشر باش ندوزو لك. بغيت نقول لكم باللي ياك بعد السنية اختاريتها هي هاديك، هي هذيك السمية. وانت قلبي كيضرب بحق الله يلا الله، بقوة، لأن الناس اللي كنعاود لهم عليه كيتصدموا فاش كيعرفوا عن الغلاف اللي صارت بيناتنا. حتى هو حكى لنا داك الشيء بالضبط. طارق بالنسبة لي هو بحال حسيت براسي، بحال أنا ديجا يتيمة وحسيت براسي بحال العدو اللي كيتيمة بصح. دابا حنا واختار قلنا لك الله شي كلمة في حق طارق باش ندوزوه لك. طارق، كنبغيه وكنتمنى أنه ما عرفتش نقولش ونعبر. يعني بقى ما نسيتيها سعاد، بقى ما نسيتيه؟ لا ما تنساش، واحد دوزتي معاه عام وثلاث شهور وما كنتش كتفرق معاه حتى نهار واخا. نهار. لان قالنا واحد القضيه دابا تقدر. اوكي، الا قال لك طارق غدا بغيت نشوفك يا سعاد. طارق ممكن نشوفه حتى دابا حيت قريب ليا. تفضل يا طارق. طارق تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وسعد بخير هانيه؟ ويا بخير. معك توفيق سعاد. ويا عرفتك توفيق. كنشكرك بزاف بزاف بزاف، الله يخليك لك طارق. ما هادش كل شي اللي داير، انا عارفك زعما غادي تقول توفيق، ما قاصدش فيك زعما كتهضر مع طارق ولا عبد القادر ولا فؤاد ولا شي واحد، ولكن ملي كتبغي طارق وكنقول لك يا بنت الناس بابا باغا تزوج كتقول لي لا، انا راه عندي بغيت نتزوج، بغيت ندير دار، بغيت ندير كذا، بغيت ندير كذا. وعلاش كتصوني عليا ملي كتبغي طارق؟ علاش مبرزطاني دابا؟ صوريت عليك داك النهار وفايت لك الريزو ماشتش، وسولتيني قلتي لي واش انت حكا، صوريت عليا فواحد اللايف كدا كدا، قلت لك لا. وفاي ذلك دابا كتصوني عليا كنقول لك حتى راه الدري مضروب بلاتي وهادي وهادي، وانا هي باش نشد لي طبي ولكن المساعي. توفيق اسمح لي، انا عاد عرفتك اه عاد عاد عرفتك عرفتيني، اه والله عاد يخليك طارق، عرفتك. والله يخليك طارق. سلمي اخويا علمك سعيد، تعالي معاك تبقى كلشي سالك. اخويا سعيد، حبيبي وكنشكرك بزاف اخويا سعيد، وديما متبعك وديما مع اللايف ديالك وديما انا معك اخويا سعيد. مرحبا بك سي توفيق. شي الله كلمة يحفظك المرحومة اخويا سي سعيد، توفيق. الله الله يسهل عليها اخويا سعيد، والله يخلي لها سعيد، والله يخلي لها الحبيب ديالها. الله شادي يخلي نقول لها طارق ماشي انا.
والله إذا تلوت بسعيد حق الله العادي ما لا اكتشف حول حتى ولا كيد قوة إلا المدرب. بالله، مستعدة تلقاه دابا، قالت لك مستعدة تلقاه دابا تخرج عن وي المدرب. يا خويا سعيد، ايه دابا هذا السيد هادي اللي جيت نعاود لك انا لافير اللي وقع لي بيني وبينه، وكنقولها له المرة كنقول له دي سعاد انا راه كنحماق عليك وكنبغيك، وزعما بغيت تقول الاسم ديالي امام الملك نقول لك كنبغيك، ولكن للاسف ماشي مشكل. الله يعوضك السي توفيق، الله يعوضك حبيبي، الله يحفظك اخويا الله سعيد، يكون اللهم معاك امين. والله شكرا. يوقف معاك. صعيبة الخوت، صعيبة باش انسانة بقى كتبغي واحد الخروج تقول له نخرج نتلقاك دابا، والسيد كي والله سينا باغي اخويا يتناول سعيد معاها الى المعقول، مكانه، وكي سينا للزواج، الى وهي مكانه بقى كتبغي واحد اخر ما كرهتش تلقاه دابا. صعيبة الخوت والله صعيب. وكتقول لك كنبغيك يا مكانه، توفيق، انت كتقول لك واش انت اللي كتبغي شي كاين. واحد؟ وديما كنقول انا ديما انا مع المخاصمه كنقول له شوف اذا كان عندك شي واحد انا بغيت واحد انسان يكون قلبها خاوي، كتقول لك لا راه ما عندي حتى شي واحد وما بقيتش كنبغي، وهاد السيده هذه اللي كتقول لك دابا هي اللي كتهضر لك عليه عارفه غادي تقول الاسم ديالو عارفه، ولكن معليش ماشي مشكل، الله يسهل عليها ماشي هادشي مشكل. اللي كان، تحياتي شكرا لك توفيق، خويا الله سعيد، يعوضك يا حبيبي، الله الله يعوضك. يحفظك، الله يحفظك. مرحبا حبيبي، مرحبا. الو، السلام عليكم. سعيد مساء عليك، اهلا وسهلا، بخير الله يبارك فيك. الحمد لله. الليلة عاد الرجال طالعين معنا تبارك الله، خالد، محمد، عثمان، توفيق. تفضل يا استاذ، شكون معايا؟ معك صلاح. مرحبا بك السي صلاح، شحال السن ديالك يا حبيبي؟ 28 عام، 28 سنة. فين ساكن يا صلاح؟ قلعة مكونة. قلعة مقونة. الخوت عطيونا شوية القليبات والبارطاج، الناس الانستغرام، الناس الفيسبوك، عطيونا القليبات والبارطاج، وحتى اللي التحق بينا جداد عطيونا القليبات وبارطاجوا معنا اللايف باش يبقى يوصلكم اللايف. تفضل السي صالح، شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ نادية قلعة مكونة. نادية قلعة مكونة، سميتها نادية ياك؟ أيوة. شحال السن ديال نادية؟ 30 عام. 30 سنة. شحال انتم على علاقة السي صالح؟ هادي 3 سنين. 3 سنين. آخر مرة تشوفتي معاها؟ هادي 4 أيام ولا 5 أيام. 4 أيام ولا 5 أيام. هضرتي معاها اليوم؟ وشنو كتسين في ال3 سنين أودي السي صالح؟ ايوه تعرف ديال الوفي. لا، ولكن تلاقيتي معاها ولا ما تلاقيتيش؟ تلاقيت معاها تلاقيتي معاها، واش كتقولي حب الويفي؟ زمان، الحب وصف ياك، صح. واخا اعطينا الرقم ديالها، زيرو قيد. زيد زيد زيد. خد عطونا شوية القليبات، 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 الخط باش كيطلع اللايف. تحياتي لك السي صلاح.
غتكون نعسات حبيبي، تحياتي لك. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، وعليكم السلام. كي داير اخويا سعيد؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك اختي، وانت لاباس عليك؟ علينا وعليك، ربي يخليك. الله يكبر بيك. تفضل يا استاذه، شكون معايا؟ معك خديجة من اسبانيا. ما كنسمعوكش مزيان، عطينا شويه الصوت اختي خديجه. دابا مزيان؟ واخا، خديجه من اسبانيا، شحال السن ديالك يا خديجه؟ 22 سنة. 22 سنه. شنو الاسم ديالو وفين ساكن؟ هو توا من اسبانيا. هو من اسبانيا. شنو الاسم ديالو؟ نبيل. شحال يكون السن ديال نبيل؟ دابا 26 سنة. 25. 25 سنة. شحال نتوما على علاقة خديجة؟ عامين دابا. عامين. تلاقيتو اختي خديجة ولا الحب الويفي؟ لا دابا هو كنهضر مع موني الدار على اساس. اختي ما كنسمعوكش مزيان. دابا مزيان؟ وي، شنو قلتي؟ هو هضر مع موالي الدار على حساب الزواج. هضر مع موالي الدار على حساب الزواج. اه، ودابا انا جيت من المغرب على حساب شهر الشتا، غادي نتكاتب انا وياه ونتزوجوا على سميتو ليه ورسوله. اه، ما عرفتش دابا مؤخرا ما كاملاش من قبل العيد كيف عليا الدار. ما عرفتش اختي، ما كنسمعوكش مزيان. خديجة عطينا الصوت. بلاتي دابا مزيان. الو، يلا كيفاش؟ قلت لك هاد الدري دابا من مورا العيد، من قبل العيد هو مباحث معايا غير هكاك. من قبل العيد هو مخاصم معاك غير هكاك، يعني انت ما عارفاش علاش؟ ما عرفتش علاش، غير مناقشة عادية كنهضروا عادي. غير انا نصحتو على حساب لا فامي ديالو صافي. قال لي يا ختي الله يعاونك، الله يسهل عليك، ما بقى بيني وبينك والو، الله يعاونك، انا ما كنتش باغي نتزوج. واخا، اعطينا الرقم ديالو. اه، كنسمعك. اه، عنده فيها واتساب. يلا، هو اونلاين دابا. يلا زيد 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 زيد. صافي. شحال هادي ما تواصلتي معاه؟ اجي لداركم. صافي، واخا حنا نشوفوه. هو داير عاجي معاك، عاجي عندكم الدار و لا لا فامي كتعرفو كامل، حيت ديجا داوي مع ماني الدار في التليفون، اما ما جاش للدار غير ما لقيناش الفرصه باش يجي للدار. واخا، كيبان لك اونلاين دابا؟ واه اونلاين راه داخل. كيصوني شي عندي هنايا. واش نعود مرة ثانية نشوفو نبيل نبيل نبيل. تعبك اخويا.
كيسونيش معرفش، مكيسونيش كاع، كيسونيش كاع مرة، كيقطع لي. ولكن هو داخل ما عرفتش المشكل. لابيل كتقطع لي ماشي. آه يا نبي الملك معانا، عاطيني هنا يا نبي الإسبانيا. اوكي دابا نشوفو على الله. كيبان لي ماشي اونلاين هنا. ماشي اونلاين يا خديجة. خديجة، خديجة، خدوج، شات، ماشي اونلاين. الو راه ماشي اونلاين، ماشي اونلاين، ما فاتحش. صافي خليها مرة يلا أنت تحية. مشحول أخوك سعيد، عرفتي من إمتى وأنا حاضيك؟ ايوا حتى الغدا إن شاء الله. صافي الله يوفقك يا أخويا، ربي شكرا اختي، بارك بزاف، الله فيك. لا يخطيك، الله شكرا يخليك شكرا، ليك. السلام عليكم. الخوت اللي باقي ما تابونا في الانستغرام يتابونا في الانستغرام، اللي باقي ما تابونا على قناتنا يوتيوب، راه هي الرابط مثبت في التعاليق، كليكي عليها عيد ديك اليوتيوب، راه كل عشية كنحط لكم الروينة تما في اليوتيوب، واي شمس العشيه لقيتوها على الانستغرام وعلى الفيسبوك ديروا لها جيم كومونتير، بارطاجوها مع اصحابكم وصحاب وحبابكم، يستافدوا من اخطاء الناس واخطاء الاخرين. بزاف ديال الحب الانستغراميين، بزاف ديال الحب الفيسبوكيين، اروع تحيه لكم كاملين. سلام، تلقاو غدا ان شاء الله. كتجمعك به واحد علاقه حب، الله يخليكم لبعضياتكم من مده هذه، كتواصلوا مع بعضياتكم عايشين الحب والحياه السعيده. وعلى ما حكينا اختي نورا هاد العلاقة اللي بيناتكم، صراحة حتى الطريقة باش حكينا على العلاقة، علاقة ماشي أي علاقة، يعني باينة علاقة مبنية على الصح ومبنية على شي حاجة زوينة بزاف، وبنيتوها من شحال هادي وانتم كتبنيوها. ومن يطلع معنا على المباشر قالنا يا نورا تستحق هادشي هذا، يردوا هادشي البرنامج. أنا غادي ندوزو لك نورا. أوكي بقى معنا. وي أستاذ باقي معنا؟ وي الصوت ديال نورا هو هذا؟ واخا انا غادي ندوز عليك نورا. عندنا واحد التحدي صغير قبل ما ندوز لك هذا الشخص هذا، ما عاد من توقعتي تكون جايه هذه المكالمه المفاجاه في نظرك؟ علاش علاش ما تقدرش تعطينا الاسم ديالو؟ هو عطانا اسمك وعطانا السين ديالك وعطانا المدينه فين ساكنه وحكينا على العلاقه ديالكم، وهو راه كيسمع فيك دابا ومكبر بك وطالع على البث المباشر باش يقول امام العالم انا كنبغي نورا، وانتي حتى الاسم ما قدرتيش تقولو. مقدر الوضعيه اللي انتي فيها؟ اه مقدر الوضعيه اللي انتي فيها، ولكن انا شخصيا كون كنت في بلاصتك غادي نقول وما غادي يهمني حتى شي حد. اعطينا سبب مقنع علاش ما بغاش تقول، والله يعاونك. واش ما كيعني لك والو؟ ويلا كيعني لك، راه كيعني لك، ما كيعني لك شيء، اذا راك ما راضياش به تقول تسميتو، مع العلم انه راه كيسمع فيك دابا وباغي يهضر معك. عاود قول لي شكرا والله. ها؟ عاود قول لي. اه دابا انت ما تيقاش، اوكي دابا انت ما تيقاش مع دير سعيد خربوش، سعيد خربوش ما فيهاش لي سباس، وحنا على المباشر وغادي يشيروا لك الخوت كلشي ديال القلوبه، ويرحب لنا بنوره كلشي ديال القلوبه، ويرحب لنا بلاله نوره هي تدخل معنا على المباشر. مرحبا بك نوره، دير سعيد خربوش ما فيهاش لي سباس، ومرحبا بك معنا. الفيسبوك والانستغرام، احنا على الفيسبوك وعلى الانستغرام في جميع المنصات دابا. يلا مرحبا بك.
خوت كلشي رحب لي بنورة، كلشي رحب لي بنورة، كلشي رحب لي بنورة. القلوبة، القلوبة، عطيو القلوبة لنورة، أكثر عدد ديال القلوبة. مزيان، كلشي كيقول لك مرحبا بك نورة. يلا أيه، عطينا الاسم ديال الشخص أو المعني بالأمر اللي من مدة وانتوما بانيين هذه العلاقة. صراحة الله، الله يخليكم لبعضياتكم نورة. نعم، سميتو أمين. آمين. الله يخليكم لبعضياتكم نورة. آمين، الله يخليكم. واخا شي قبل ما ندوز لك آمين أختي نورة، شي كلمة في حق آمين. كتبوا به سي امين. وي تفضل اخويا، يا معك. مرحبا، الله يحفظك. الو نورا، الو نورا، كي دايره؟ بخير، العاصي زيان. شخبارك؟ اخبار الدار زيان؟ امين. شوف انت شحال واحد ولا ماشي صوت امين. اش كنت؟ اشكون من غير امين؟ يلا طب انا سميتك شكون؟ ما نقول لك شكون، غنقرب لك انا شكون. اشكون اللي عيطت لي قبيله وقلت لي باغا الفلوس؟ وقلت لك اودي راه باقي ما تخلصت ما والو، نصيفطك ماشي مشكل وهانية ورا، فهمتي؟ شكون؟ يلا قضية فيها الفلوس. بغيتي الفلوس من عندي باش تخسري على امين. وشنو قلت لك؟ انا اول مرة تعرفت عليك قلت لك اودي راه مناوي معاك الخير ورا ربي اللي تعلم، وسولتك انا قبيلة وقلت لي اودي راه ما كانت فهمتي، كانت حتى واحد في حياتي وهذه، داكشي باش انا عيطت لسعيد وجربته. لا تبقى معنا، قطعات يا راه عارفه وجه صحيح، ماشي مشكل الدنيا يعني اخو سعيد. اصحى والله دابا وسعيد سعيد والله تبقى قبيل عيطت عليا وكتبكي وكتقول لي انت راه خاصني الفلوس، باغا ندير امتحان وهذه وهذه، قلت لها ماشي مشكل. بغات شي جواب صفاتو؟ ايوا وجه صحيح، ماشي مشكل الدنيا هانية. دابا كتشد من عندك الفلوس باش تعطيهم للسي امين. سي الامين مرحبا. مرحبا، وانت باقي ما تخلصتي. انا باقي ما تخلصت ما والو، اقول له راه صغيني هذا، واش كنت تقول له نعم كنت لعبي. مامي دابا مامي يقول لي دابا مي عاد تخلص عاد تعطيها باش تدور مع امين. انصيفط انا مع نصيفط الامين. السي خالد، سي خالد، شي كلمة للمرحومة. المرحومة ونقولوا لها ماشي مشكل وما صدقتيش، وحنا الحمد لله راه ما كذبناش عليك الحمد لله وخليتك منك الله وماشي مشكل. تحياتي لك السي خالد. الله يحفظك خويا سعد، الله يعوضك، الله يعوضك محسن اخويا. تحياتي يا حبيبي، الله يحفظك. السلام عليكم. شكرا اخويا، الله يكبر فيك، تحياتي. الله يحفظك. السلام عليكم. هيا احضيو راسكم الدراري، احضيو راسكم. ها الهم اللي هضرنا عليه هو هذا، يعني كدير واحد الطاجين وواحد الكسكروت. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. سي سعيد الله يكبر بك سيدي، تفضل. شكون معايا؟ معك محمد من نواحي فاس. محمد من فاس، مرحبا بك سيدي محمد. شحال السن ديالك يا حبيبي؟ 24 سنة. 24 سنة، شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ نقول غير اسم بوحدو بلا ما نذكر. غير الاسم، اعطيني غير الاسم بلا نسبة. الاسم ديالها زينب، كتسكن تاهي في نواحي فاس. زينب من نواحي ديال فاس، شحال يكون السن ديال النوبة؟ شي 18. 18 سنة، تلاقيتو ولا الحب الويفي؟ لا تلاقينا، فايتين تلاقينا. واخا العلاقة ديالكم شحال دامت تكون؟ دابا تقريبا 3 سنين. 3 سنين، آخر مرة تشوفتي معاها؟
اخر مره شي 7 شهور عادي ولا 8. 7 شهور وكتهضر معاها يوميا؟ طبيعة الحال انت اللي كاين وما كاين محسن. ايوا ضروري، راه 3 سنين عادي. 3 سنين بصح. راه نشوفوا 3 سنين فين هي. زيرو قيد السي محمد. زيد زيد شحال خويا ما كنسمعكش مزيان خويا. شوف شي بلاصة فيها الريز والله يعطيك رضا. يا يلا اعطيني النمرة. زيد زيد 07. الو النمرة الأخرية، اعطيني النمرة الأخرية. هاك هو بعد اخويا من الصداع، وشوف شي بلاصة فيها الكونيكسيون مزيان وهضر معانا. واخا يا يلا الو السلام عليكم اختي زينب. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم اختي زينب. الو هات علينا الخط ما كتشوفش. تحياتي لك السي محمد. الو الو سي محمد. هو الو اخويا. يا انا سالتك شي اللي كان. يا ان شاء الله مرحبا بك. يلا تحياتي. سلامة سلامة. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي سعيد، كي داير خويا؟ الله يبارك فيك اسيدي وانت لاباس عليك. الله يحفظك الحبيب. بارك الله فيك. تفضل يا استاذ، شكون معايا؟ معك عثمان من سيدي سليمان. عثمان من سيدي سليمان، مرحبا بك السي عثمان. شحال السن ديالك يا حبيبي؟ 31 سنة خويا. 31 سنة، شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ نادية تسكن في سيدي حيا. نادية كتسكن في سيدي حيا الغرب. شحال يكون السن ديال نادية؟ 27. 27 سنة. شحال نتوما على علاقة سي عثمان؟ تقريبا شي 4 شهور. 4 شهور تلاقيتونا الحب الأول في سي عثمان. فايتنا تشاوفنا دابا وقعوا شي مشاكل. آخر مرة تشوفتي معاها؟ قبل رمضان. قبل رمضان. عطينا النمرة ديالها ودي السي عثمان، اتصلوا بالآنسة. كتقول لك انت اللي كاين.
يلا زيرو قيد زيد 97 شحال زيد عاود لي النمرة زيد زيد 33 يا الو الو السلام عليكم اختي نادية. وي سلام كي دايره اختي نادية لاباس عليك؟ صافا الحمد لله العائلة الوالدين كل شيء تمام؟ صافا ربي يخليك الحمد لله. الحمد لله نادية 27 سنة من سيدي حيا الغرب معك سعيد خربوش من برنامج إهداءة الليل راك معنا على المباشرة نادية مرحبا بك أختي. مرحبا ألف مرحبا خويا الله يكبر مرحبا. بك أختي نادية شكرا لحفاوة الاستقبال. أختي نادية البرنامج ديالنا كما هو معروف كما هو متداول على السوشيال ميديا برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجأة نادية؟ مرحبا أختي نادية وعدنا لك واحد المفاجأة وغادا تعجبك بزاف 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 مرحبا ألف ماشي غير مرحبا خويا الله يكبر بك اختي دابا لك ناديه مفاجأة تعيطي ليا مرحبا بك ناديه ناديه معانا في البلاطو ديالنا ومعانا على المباشر اللي راه كيسمع فيك دابا معانا شخص المفاجأة هو اللي زودنا بالرقم ديالك وبكاع المعطيات اللي عليك يا ناديه اوكي اوكي مرحبا ألف غادي نزيدو مرحبا نقربوك مع هذا الشخص شويه اللي هو شخص المفاجأة اكد لينا على انه كتجمعك به واحد علاقة حب الله يخليكم لبعضياتكم نادية آمين يا ربي. هاد الشخص هذا طريقة باش حكى لنا على العلاقة اللي كتجمعوا بيك نادية علاقة أسطورية صراحة الله هاد الشيء اللي قالنا الله يخليكم بعضياتكم وربما ربما تكون انت ما حساش بهاد الشيء هذا ولكن داك الشيء اللي حكى لنا عالم والله يجيبوا لينا يا ربي الله يكمل عليكم بالخير والله يسهل عليكم اختي نادية اوكي آمين يا وكي ربي أكد آمين لينا خويا وكي أكد لينا بأنك وليتي عندك واحد الميول من جهتي أختي نادية وليتي كتبغي هادشي اللي قالنا وراه معانا على المباشر وراه كيسمع فيك دابا وبغى يفاجئك بطريقته الخاصة أنا غادي ندوزو لك أوكي اوكي مرحبا ألو أستاذ باقي معانا وي الصوت ديال نادية وادا ياك أتلاقيتو الله يخليكم بعضياتكم إن شاء الله قولي اختي نادية وي خويا عندنا واحد التحدي صغير اختي نادية قبل ما ندوز لك هاد الشخص هذا معاد من توقعتي تكون جاية هاد المكالمة المفاجأة في نظرك واش نقول لك اخويا والله قسما بالله انا ما عرفتش شكون صراحة الله انا غادي نقول لك شكون اوكي اوكي ماشي مشكل نادية مرحبا نتشرف نتا مرحبا نادية عايز عندي في البلاطو ماشي مشكل مرحبا مرحبا نادية هاد الشخص هذا وي عزيز عليك بزاف الله هاد الشخص هذا كتحس بشي حاجة من جهته زوينة بزاف تزيد ولا بارك عليك لا ما عرفتش انا خاطر تقول لي بحال هكا ولكن ما عرفتش لان هي مفاجأة اختي نادية هي مفاجأة الا مشينا قلنا لك شكون هو تحرقات المفاجأة انت ما تحلالكش هذه المفاجأة ما تبقاش مفاجأة عندك الحق ولكن انا ما نقدرش نكذب على راسي ونكذب عليكم ونقدر نقول لكم شي لا 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 انا ما عارفاش ما عندي في حياتي حتى شي واحد صراحه حاليا ناديه ما عندها حتى شي علاقه لا قسما بالله ما عندي حتى شي علاقه حاليا ما عندي حتى شي علاقه صراحة ما لقينا ما نقولوا لك ما يمكنش السيد كيقول لنا عطينا الاسم ديال النادية 27 سنة من سيدي حيا عنده علاقة معاك كيبغيك كتبغيه كاين واحد الميول كاين واحد التجاذب بيناتكم وانت كتقول لنا ما كاين حتى شي حاجة لا 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 حاليا عندي اصدقاء ولكن ما شنو نقول لك عايشه قصه حب ولا عايشه حاله حب ما عندي شي علاقه حاليا دابا لا وعمرها ما كانت عندك شي عندي علاقة. وعمرها ما كانت عندك شي قصه لا كانت عندي شي علاقه صافي واخا يقدر يكون هو داك الشخص اللي معانا شكون في نظرك توقعت يكون لا 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 ما عرفتش صافي ما كتبش الله صافي سالينا يعني ناديه خاويه تروي فضت ساعه لا والو والله العظيم قسما بالله خويا ولا علاش نكذب عليك الله يعطيك شرف كبير ليا نتعرف عليكم مرحبا بك تنزلني في البرنامج الله الله ودي مرحبا
بقى انا غادي ندوزو لك. اوكي اوكي ماشي مشكل. يلا السي عثمان. الو السي سعيد. دمت في رعايه الله اخويا. انت ما كاينش ورا مكتب تامر مضلل حملني. واخا واحد جوج ثلاثه هيا معاك. يلا تفضل اختي ناديه. هو معاك. اوكي والله ما ناديه. الو السلام عليكم. الو الو وفين بخير؟ صافي الحمد لله. شو اسمان هذا؟ هو هذا مدار كده عقل على السمية. لا ضروري ما عرفتي. مزيان صافي؟ الحمد لله الله يحفظك. بخير صباحك مزيان. الله يبارك فيك. ايوا صافي سالينا ياك كانت وما بقاتش. ايوا كانت ياك بعدا قلت لك كانت وما بقاتش والحمد لله. ياك ما بقاتش بعدا قلت لك كانت وما بقاتش. وما عرفناش علاش ما بقاتش. ايوا ما كتبش الله صافي عادي ما كتبش. القصة اللي كتبدا بالكتب في ما كتكملش وصافي. من عند الله سبحانه وتعالى الحاجة كتبدا بالكتب صافي. واش انت اللي كذبت عليه ولا هو اللي كذب عليك؟ اخي هو اللي كذب عليا ماشي انا. نكت هذا مع فكر نيشان هادشي علاش هو يقول لك اذا كان في الغلط عاد انا نتحاسب قدام يديك. يا مشاكل الدار بان نعاود منك. نعم وقلت لك مشاكل الدار بان نعاود منك واللي يجي وحده من الدار. ايوا ماشي مشكل يعني تنسى عاود لهاد ود الناس الا كان فيا الغلط انا تحت رجليا سيد انت فيا ما بغا. وراه انا قلت لك وحاجه وحده اللي كنت خازن عليك ما قلتها لك ما عجبكش الحال. ايوا بطبيعة الحال هذيك اساسيات من اساسيات الحياه اللي كتبتي عليا هذيك راه من اساسيات الحياه ماشي شي حاجه سهله. عثمان ونادية احكيوا لنا ولو جزء من هذه العلاقه باش 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 تسالات وشنو السبب الرئيسي لان يستفدوا حتى الناس لان كاين علاقات اللي اغلبيه مبنيين على الامور هذه يستفدوا حتى الناس. انتم اصلا دابا ساليتوا وحنا سالينا صراحه الله يمكن اصدقاء هو قال لك باقي ما مساليش. وانا بالنسبه لي انا ساليت صافي خويت قلبي خويت عقلي صافي وشديت الطريق الله سبحانه وتعالى صافي ربي يسهل عليا بالاحسن ان شاء الله. هذا ترى الدرجة زعما. إيوا طبعا بطبيعة الحال صافي ملي كيبدا الكذوب وكيبدا هذا صافي. أما تعرفي هذاك الكذوب أنا بعدا ما كذابش أنا قلتها ليك ما مرة ما جوش. راه ملي كتبدا عثمان ملي كتبدا الكذوب صافي راه ما كتبدا. أنا قلتها قدام الناس راه ماشي واحد ولا جوج. ما عرفت ولكن صافي ملي كتبدا واحد العلاقه فيها الكذب راه انطوتي باش تكملي مع شي واحد انت عارفه كذب عليك صافي. انا هكا عقليتي قلت الناس انا قلت لك في الاول قلت لك ملي كيبدا معايا الانسان الكذب ما كنقدرش نكمل صافي كيبقى يجي تخوف. انا ماشي كذبت عليك انا حاولت ما مره ما جوش صافي ما كتبش شيء ملي سولت شي جاوب شكون يشاد بوضوح. سي عثمان. نعم سي سعيد. اترجل معنا سي عثمان. انا مرجل معاك اخويا. يلا حيد العاطفه سيده 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 سالت سالت. يلا سي عثمان تحياتي لك حبيبي. الله يحفظك سي سعيد. شي كلمه للناديه. نقول لها راه حنا باقا تنبغيوك والله يسهل عليك الله يجيب لك محسن راه باقا عزيزه درتي شي عرس عرضي علينا. ناديه وي اخويا سعيد وي. شي كلمه لعثمان. ايوا يبقى بحال خويا الصديق ديالي ونصحو مرة أخرى ما يكذبش على البنت وهذا يبقى طور العلاقة والله يسهل عليه ربي. تحياتي لك السي عثمان تحياتي لك نادية. الله يحفظك خويا سعيد. كل واحد وش طريقه. تحياتي لك نادية مرحبا بك معنا تفرج في الحلقة ديالك. مرحبا. دير سعيد خربوش. نادية دير سعيد خربوش. سعيد خربوش بالفرنسية ما فيهاش لي سباس. ومرحبا بك معنا في جميع المنصات ديالنا. مرحبا بك. اوكي مرحبا. مرحبا بك نادية. مرحبا بك. بون ويا السلام. طلع عثمان مشاكل وعقل الله هو تهنى. الو السلام عليكم.